السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناه جيت. منكم راكم بخير بصحه جيده والله صافا الحمد لله. اليوم دوزيام جور تاع العيد، رانا في مكان جد رائع مع اشخاص جد رائعين متواضعين وقيمه ثابته في ولايه سكيكده. نبداو الشخص الاول، ما كاش اللي ما يعرفوش سكيكده، سفيان. صحه عليكم، كل عام وانتم بخير، ان ربي يعيدها ان شاء الله بالصحه. ان شاء الله يا ربي. زيد معنا رضا. السلام عليكم، صحه عيدكم، لا عامكم بخير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. رضا فنان تشكيلي ومطرب، ومعنا ايضا كاردير. راه مشكور على الاستضافه ومنا، راه مشكور ان شاء الله. اليوم رانا في الاذاعه تاع سكيكده، ان شاء الله نال اعجابكم هذا الفيديو، واللي يخدم يوصل. هذا وشوف لكم، خدموا خدموا صبروا، ان شاء الله توصلوا كامل كامل ان شاء الله يا ربي، وبالتوفيق للجميع. كل الاحبه في كل مكان، نرحب بكم الى هذه المساحه الخاصه من مساحات الاذاعه الجزائريه من سكيكده في هذا اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، اعاده الله علينا بالخيرات واليمن والبركات. ونحن في هذا البلاتو الجميل اللي نعيشوه في هذا اليومين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع وجوه فنية، مع وجوه أرادت أن تتقاسم معنا بنة هذا العيد اللي نعيشوه بكل ما تحمل كلمة العيد من معنى، وتختصر الكثير الكثير من أبجديات الفرح. فأهلا وسهلا بكم إلى هذه المساحة الأثيرية العيدية اللي تحمل كل البهجة. خليني نروح ايضا لضيوفي اللي موجودين ومتفرقين هنا في البلاطو، وانا قاعده نمشي ما بيناتهم. مساء الخير، مساء النور، صحه عيدك. كي زاده وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. تعرفوا عليك؟ معك معود محمد رضا، صانع محتوى ورياضي. الله يبارك. رياضي فاش؟ في عمرك، في كرة القدم. الله يبارك، سبورتيف. الله يبارك، يبارك في عمرك ان شاء الله. طيب كيفاش هو العيد؟ والله عيد ما شاء الله، يعني عامين ما تقوليناش اللقمة هذه. عامين درك عيد ما شاء الله، لقينا بالحبة وبالله فامي، هذيك هي حاجة مليحة. هذيك هي حاجة. شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة، نرجع لك بعد خليل. رياضي اخر ولابس سبورتيف. الله يبارك في عمرك ان شاء الله. طيب احكي لي على هذه الجلسه، كيفاش تشوف فيها اليوم؟ جلسه فنيه، الفن يكمل الرياضه، الرياضه تكمل الفن، ولا كل واحد وحده؟ هذا يكمل، هذا الفن يكمل الرياضه، الرياضه تكمل الفن. ايه كما نقولوا ما شاء الله، وجوه شي طيبه، وعطاو نظره مليحه على ولايه سكيكده، واصوات ما شاء الله عليهم. ان شاء الله نتمنى لهم النجاح والتوفيق ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يعطيكم الصحه. خليني نروح الان لفرقه زيد فضلك. واش تقول ربما اللي انت رياضي؟ الله يبارك، بارك في عمرك. والقاعده اليوم اللي قاعدينها هي قاعده فنانين، وحتى الرياضي هو فنان لما يبدع في مجاله، وكل انسان في مجاله هو مبدع، مبدع وفنان. واش تقول لهم في هذه القاعده اليوم بمناسبه عيد الفطر المبارك؟ قول لهم عيدكم مبارك، تعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله، وقاعده ما شاء الله شبابيه. نقول ولاد سكيكده ديما مطلعين الاعلام، شوف شباب كيما هكذا والله ما شاء الله استاهلوا الدعم. وفناني كيما الشاب عيسى، فنان ياخذوا منه العبره، ياخذوا منه الاكسبيريونس. معنا زاده سفيان خليفه اونسيان جوار في جي اس ام اس، كما نقولوا كتريح معاه كذا عيبات كيما هكذا، زيد تفرح، تفرح بزاف بزاف سكيكده، تطلع وحنا كما نقولوا نديروا الاكسبيريونس منها، وشرف لينا بزاف. وان شاء الله يعطيكم الصحه كما نقولوا، كتشروا لنا من هاد القعدات ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. ان شاء الله يعطيك الصحه، ربي يعيشك.
تحية لكم على الاستضافة، شكرا كثيرا صديقي كادر، شكرا على الاستضافة، شكرا لعائلتي الأب والأم، خوتي وأصدقائي، كامل عائلة عواد وعائلة شلوفي، كل متابعين على انستغرام فيسبوك تيك توك على قناتي على اليوتيوب، لكم مبروك عليكم وشكرا شكرا، ربي يحفظكم جميعا، بارك الله عليكم، كل عام وانتم بألف خير، كل عام وانتم منورين، وان شاء الله دائما نتجمعوا في مثل هذه البلاتوات اللي اكيد هي تشير للفرح للبهجه وللسرور، ينعاد عليكم بالصحه وبالسلامه، بقوا على خير. الحمد لله يا ربي، مرت حصه جيده رغم كما نقولوا ما هضرتش بزاف، بصح الحمد لله. شكرا الاخ كادر على هذه الاستضافه، شكرا لاذاعه سكيده، شكرا لكل المتابعين على الدعم تاعكم، نقول لكم ديما خدموا خدموا، الخدمه هي اللي توصل، ماشي ديروا حاجه تافهه تافهه ما عندها وتوصل. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، عندنا الشكر لله، هذا كامل الفضل الله باش عرضونا هنايا على سكيكده، اذاعه سكيكده، الحمد لله يا ربي، والتوفيق للجميع، مازالوا دي فيديو ان شاء الله مليح بزاف بزاف بزاف، ما عليكم نتوما دعمونا، ومرحبا بالجميع في قناتي على اليوتيوب، خليونا اعجاب وتعليق، ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، وان شاء الله زدنا خدمة بزاف بزاف، وشوفوني في عدة قنوات ان شاء الله، واذاعة ان شاء الله يا ربي، على المباشر ولا مسجلة ان شاء الله، كما قلت لكم ديما الخدمة، الخدمة هي اللي توصل، مش نقولش حاجة خلاف، ما عنديش امكانيات، ما عنديش الوقت، اخدم اخدم اخدم، صفي نيتك، ردي والديك، كم ترى قد قد، ربي يفرجها عليك ان شاء الله. وخديكم التافه خديكم التافه خديكم التافه، انا ما درتش التافه والحمد لله. ريبورتاج مع الصديقه علي وشيماء في بير، راه مشكوره بركه في الاذاعه سكيكده، الحمد لله يا ربي، محتوى نظيف يدخل العائلات كامله والناس كامله تستافد. المهم خاوتي نقول لكم ان شاء الله في روحكم، وتلقانا في دفنا، السلام عليكم.